أتعثر بقدمي، أمشي الهوينة، لكن روحي تسير بثبات. تعلمت من إعاقتي أن أمشي في دروبي بكل صبر وأنات. ألون شحوب الزمن بلون الأمل يكفكف حرقة آهاتي. أنا معاق لكني أتقن عملي، والمهارة هي من صفاتي. انظروا إلى ما أستطيع فعله ولا تركزوا على إعاقاتي. أنا منكم ومعكم، واجب أن تساندوني كي تحلو حياتي. أنا قادر، سأكون بدعمكم وبحبكم تزداد مهاراتي. أنا قادر، رددوها معي فهي لقلبي أجمل الصفات. نعم أنا قادر، نرددها معكم يا ذوي الهمم، حتى يرددها كل فرد في المجتمع ويعترف بأن المعاق هو معاق الإرادة، معاق العزيمة. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا قادر، وحلقة اليوم ستتناول أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة. بصرنا مشاهدينا تكون معنا الدكتورة خنساء البدوي، وهي اختصاصية في علم النفس الإكلينيكي. سعد أوقاتك دكتورة خنساء. أهلا وسهلا فيك، نورتينا ببرنامج أنا قادر. شكرا كثير لك. موضوعنا كثير مهم وهو الدعم الاجتماعي. جدا جدا مهم. خلينا نعرف شو أهمية الدعم الاجتماعي، وخاصة أنه علماء النفس وعلماء الاجتماع قالوا أنه هو كثير بيفيد وبيقوي وبزيد ثقة المعاق بنفسه. طبعا أكيد، هلأ بالدراسات الحالية للطب النفسي الحديث أكدت بأنه عملية الدعم النفسي اللي بتتم للأشخاص اللي أنا ما راح أقول أصحاب الهمم أو للشخص المعاق مثل ما بيطلق عليه المسمى بالمجتمع، راح أقول الأطفال القادرين. أكدت الدراسة اللي بتقول أنه الدعم النفسي أو المنظومة النفسية تساعد بمنطلق 98% برفع السوية بالمجتمع. يعني أنا بمجتمع كل ما رددت الأصوات تبع أنا إيجابي، أخفضت صوت أنا سلبي، بترتفع أكيد سويتي بالمجتمع. تمام، يعني هذا بيعليله، يعني بيزيد من ثقته، بيخلي حالته النفسية ما تتدهور. طبعاً حتى من بعد في عن موضوع انه الانتحار اللي شفناه كثير بفتره سابقه. تمام. موضوع انه انا بدي موت، ما عاد بدي اعيش، انا ما عاد قدران اتكيف مع المجتمع، وهي المنظومه. تمام، وهو انت جبتي سيره المجتمع، وللاسف مجتمعنا يعني عنده هو نظره سلبيه جدا احيانا، يعني وهي اللي بتاثر يمكن على نفسيه الشخص المصاب او عنده اعاقه لكون. يعني هو دائما في غلط بالتعامل معه، هي نظره شفقه، نظره انه هو غير قادر. صح. لاي مدى هون دور المجتمع سلبي؟ الطفل خليني اقول يلي هو انا مثل ما حكينا نعتبره هو قادر، ما هو بحاجه لمسح على الراس ولا بحاجه لشفقه. تمام. انا دائما بحاجه للشخص يلي بيقول لي انت قادر، انت رح تصل، انت رغم الشيء المختلف يلي عندك انت. تمام. انت تمتلك. فانا دائما بحاجه لهي الصرخات يلي بتعطيني تحفيز، قوه، دفع للامام. تمام. اكيد الصوت يلي بيقول لي انه انت صعب عليك، او انت عندك نقص او خلل، عم يحبطني او بيرجعني لورا خطوات. تمام. طب هي نحن عم نحكي الدائره الاولى هي بالشخص المعاق او الشخص اللي عنده اصابه، هو دائما الاسره. طبعاً. قد ايه مهم هون دور الاسره، قد ايه دعمها، قد ايه مهم انه هي تساعده تتقبله، هي اول شيء حتى يتقبله المجتمع. هلا نحن بنقول دائما خلينا نعد الحلقات. انا كطفل عايش بحلقات ومنظومات تبدا من الاسره كالمكون الاول لي كفرد. تمام. بعدين تمشي فيها الأسرة الكبرى، العائلة الكبرى من أعمام وخالة، ويعني المحيط بالشكل الكامل. تمام. مننتقل بعدين للمنظومة الاجتماعية ككل. هلأ كأسرة أنا من المفروض كأم وأب أول يعني أول فردين يلي هن بيكونوا الدعامة الأولى لإلي كطفل. فأنا وقت اللي بكون القوة تبعي عم باخدة منها، صيحات الصلابة عم باخدة منهم، أكيد ما حدا رح بيقدر يكسرني. شفنا كتير حالات فعلا. شفنا كتير حالات الأهل هن التعامل يعني أساسي بنصدم بحالات ممكن تمر، ممكن يكون عندهم عمى
كلي بيقولوا انه انا النظر تبعي امي وابي، انه انا ارى بهم المجتمع. شفنا كثير اشخاص عندهم بتر لاعضاء بالجسد من يد وقدم، شفنا ابداعات الرسم للي ما عندهم ايدين، شفنا الابداعات للاشخاص اللي عندهم وسطيات يعني ما في اقدام، ومنهم الشخص اللي حكى بالمونديال بقطر، يعني اللي ما عنده جسد كامل الا انه كان قادر يطلع ويخاطب ودعم اهله، هن كان العامل الرئيسي والاساسي. كانت الام هي المحفز الاول له، فقديش هي الصيحات ترفع من هدول الاشخاص، انه انا وقت بكون ماما وبابا دعمتي ما بيهمني المجتمع بكل صيحاته. اكيد هو الشخص العادي هيك بهمه دعم الاسره، فما بالك شخص عنده اعاقه او يعني او عنده شيء يعني ناقصه. ففعلا اكيد طبعا نحن الاعاقات تتعدد من اعاقات فكريه عقليه لاعاقات جسديه بدنيه، لو ممكن اعاقات كليه. يعني الاعاقه تتعدد. رح نريحك شوي دكتوره خنساء، وخلينا نتابع نحن وانت والمشاهدين تقرير عدوا لنا زملائنا بالاعداد عن الدعم الاجتماعي للمعاق. إن مدربي ومعلمي التربية الرياضية بحاجة ماسة إلى تغيير مفاهيمهم عن الإعاقة بشكل عام وعن الإعاقة الحركية بشكل خاص. فليس المعاق حركيا هو ذلك الإنسان المشلول العاجز الذي يستثير في المدرب الشفقة، وليس هو بالضرورة ضعيف العقل متدني التفكير. فكثير من المعاقين حركيا لديهم قدرات عالية على الفهم والإدراك والانتباه والتفكير والاستدلال، فلا ينبغي أن يغفل المدرب عن هذه الجوانب حتى وإن بدت حركتهم عشوائية أو أصواتهم غير مفهومة أو كلماتهم غير معبرة. فالمدرب أو المعلم لا يرى سوى الجزء الفارغ ويتغافل عن الجانب الإيجابي، فلا يرى في المعاق حركيا سوى مشكلاته، وهذا الشيء أدى إلى البحث عن كافة نقاط القوة، كما أن نقاط القوة عند هذا الطفل المعاق التي قد تبدو في قدرته على التركيز لفترة معينة أو في مهارة حركية محددة، ويكون يتعلم المشي والسند ويمشي خطوة أو اثنتين وهو ينطق كلمة وهو يعرف شيئاً. كما أنه لا يعني تقبل المدرب أو المعلم للمعاق بالحسرة ولا بالضغط على كتفه ولا بالمسح على شعره، أو بالأحرى ليس التقبل هو الشفقة، وإنما التقبل الحقيقي هو العمل على إعداد لمداخل المرافق العامة والمنتزهات والشوارع والأرصفة والبيوت والمساجد بطريقة تسمح للمعاق حركيا بأن يدخل إلى هذه الأماكن ويخرج منها بلا عناء أو مشقة. التقبل هو أن يتوفر للمعاق حركيا ما يحتاجه من خدمات تأهيلية، وأن يتاح للمعاق حركيا فرصة للعمل في كافة الأعمال التي يستطيع أن يعمل فيها، وبذلك يستشعر المعاق حركيا الحب والاحترام والتقبل الحقيقي، فينعكس كل ذلك رضا عن ذاته وإشباعا لحاجاته. دكتورة خنساء، مثل ما تابعنا التقرير، نحن أهم شيء دائما الشخص يكون راضي ومقتنع وعنده أمل انه يكمل بطريقه يعني انه دعم. نرجع نحكي على الدعم الاجتماعي والدعم النفسي اللي هو اليوم حديثنا الدعم الاجتماعي. خلينا نحكي شو هو البرنامج، هل هو برنامج تاهيلي فقط مثلا في حركه مثل ما قلنا في اعاقات متنوعه؟ خلينا نحكي اول شيء بشكل عام عن البرنامج. هلا انا بدي اقول نقطه، طول ما انا انسان قائم وقائع على قيد الحياه فانا قادر على صنع المعجزات. أكيد. انا انسان بقدر بعمل من الاعاقه تبعي معجزه، بقدر خاطب الناس بانه انا النقص اللي عندي هو معجزة الله ميزني فيها عن الكل. دائما الله صح ممكن يكون لغى شيء عندي كإنسان، ولكن عوضني بكثير أشياء أخرى. إحنا دائما بنقول للمشاهدين ولكل اللي عم يحضرونا أنه الإعاقة هي إعاقة بالأخلاق، إعاقة بالفكر، وليست إعاقة بالجسد أو بالإصابة لا سمح الله. تماما. هلأ البرنامج نحن أول شيء اللي بيقوم خليني أقول على العلاج ممكن يكون بالبداية هو البرنامج النفسي. بنشتغل على الوتيرة النفسية ككل، تمام،
بنية أولى، يعني أنا ما فيني بلش معه برنامج تأهيلي حركي إنه أنا أعطيه دروس أو ما بعد يمكن أو ممكن ما يعجبه أول شيء ما يتقبل، مو بس ما بيعجبه أو مو ما بيتقبل، لا هو نفسيا ما له إجرام وما بيعطيني التفاعل اللي أنا بدي إياه، ممكن يكون كتير بطيء معي، وحتى بتلاقيه إنه يعني مثل إنه موجود أو مو موجود عادي، لأنه نفسيا أنا ماني مدعم، ما في داعمات للنفسية عندي. فمنبلش نحن معه بالسوية النفسية بأنه أنت مثل ما حكينا قادر على صنع المستحيل، أنت قادر تكون وتكون لحالك شخصية منفردة، قادر تخاطب العالم والمجتمع بالنقص اللي عندك على أنه هو كمال، أنا بشوفه كامل، عندي بتر أو عندي إعاقة عقلية أو أي شيء كان، أنا قادر، ما أنا بخاطبكم بالشيء اللي أنا عندي إياه. فدائما الدعم النفسي هو بيكون الأساس الأول لأي مرحلة بالعلاج. فيما بعد نتقدم بعد العلاج النفسي أكيد بنبلش المعارف، بنشوف السوية المدرسية عنده، يعني إذا كان هو ضمن المدارس المختصة بهي الفئة. قديه مهم العمر هون، قديه مهم اللي يبدأ الواحد من عمر صغير مع الشخص؟ كتير. هلأ لاحظنا من فترة ريبورتاجات طلعت عم بتقول أنه أشخاص كتير تهمشت أو ما طلعت على المدارس لأنه أنا بخاف، لأنه أنا ما تلقيت. وحتى الأهالي، في أهالي كتير آنستي للأسف الشديد بتخجل من أنه أنا عندي هذا الطفل فعلا. فأنا دائما مخبيه، ما بدي بينه. يعني نحن شايفين بالمجتمع على أطفال الإعاقات العقلية ممكن مثل التوحد، مثل متلازمة داون، صدقا شيء معيب، عار علينا نحن أنه وصلنا لهذا الوقت ولهي المنظومة الاجتماعية أنه أنا أخبي طفل لأنه هو ما له مثل أخوه أو ما له مثل الأقران. حرام، هذا ظلم بحقه طبعا، أكيد ظلم وإجحاف أكيد. أكيد حلو. فنحن بنشتغل على المنظومة المعرفية، بنشوف المدارس يلي بيتبعوا لها أو المراكز يلي بيكونوا فيها. الدعم المادي اللي نحن دائما بننوه عنه انه هي الفئه بحاجه جدا لدعم أكيد. مادي. في ناس فعلا مثل ما عم تقولي يمكن هي ما عندها مقدره تحط ابنها او كذا، بنقول فيه هو مراكز اكيد مجانيه، بس اكيد هن بحاجه شغلات اكثر واكثر. اكيد. هلا نحن دائما المراكز المجانيه اكيد تشكر، عم تقدم شيء، عم تقدم داعم لهم، ولكن هدول الاشخاص بالذات او هي الفئه بالذات بالمجتمع بحاجه لدواعم ماديه وارتكازات ماديه عاليه، لانه ممكن انه يكون في عندي اشخاص منهم بدهم الكراسي المتحركة، ممكن الأطراف الصناعية، ممكن يكون أنا عندي أشخاص منهم مثل خليني يروح للإعاقات العقلية بحاجة لشغلات تنمي المهارات العقلية، القدرات العقلية، البرامج التركيزية فعلا، لو ألعاب حتى أيوة يمكن تمام. هي كلها ألعاب الحركية فأنا دائما بحاجة الدعم المادية كأول يعني صنف لهم. فيما بعد ببلش أنه أنا أختار الأشخاص اللي كفوا أنه يتعاملوا معهم تمام فعلا، يعني هنا عندهم قدرة أنه يأهلوا. أيوة، ونحن كتير بنركز على انه هدول الاشخاص يكونوا من لب المجال، لا تجيب لي حدا من برا، تعال انت من لب المجال، انت قادر على تفهم هي الفئه بطريقه اكبر. يعني اذا بدي اجيب حدا هو مو مختص بهي الفئه ممكن يعمل اجحاد بحق هذا الطفل او ممكن بلحظه من اللحظات يوتره، وشفنا كثير اشخاص عم تمارس اليه الضرب على هدول الاطفال. يعني احيانا وقت بتغيب الرقابه انا ببلش بشتغل على كيفي، احيانا رقابه ما في، كاميرا ما في، فانا بساعد الطفل ممكن باسلوب ضرب، فبتلاقيه فورا بيعمل هيك. طب ليش عم هيك؟ معناته انا عم بحمي، معناته انا متعرض للضرب من هذا الشخص للاسف. فنحن لازم يكون في رقابه دائمه على هدول الاشخاص تمام. يعني هون كمان تكاتف الاهل مع الكادر هذا المؤهل كمان، قد ايش دوره مهم. نجي لهي النقطه انه انا كأم وكأب وكأخوة، اذا غاب، اذا كان في تغيب للام والاب، من المفروض انا كأخ او اخت تكون متعاون جدا. احيانا بتكون الام كبيره، اجى الطفل على مرحله من الكبر، فالام ما عندها القدره انه تساعد تمام. وللاسف نحن بنعرف انه كل ما تقدم الاب والام بالعمر بصير قابليه انجاب طفل اعاقه هي اكبر. فبيجي انا ما بعرف بتعامل معه، بس انا في عندي جامعيين بالبيت، في عندي متعلمين بالبيت ممكن كبار، هدول اللي بده يقع العاتق عليهم، يعني بروح من الام والاب لعند شخص ثاني. فانا لازم اكون متعاون ككل مع الاليه المدرسيه او المراكز اللي عم تتعامل تمام. مراقب للآلية العملية. أنا دائما بطلب من الأهالي أنه أنت عم تراقب الآلية العلمية اللي عم تتقدم، عم تراقب الطفل كممارس مع المعلم أو لا. نحن حكينا من شوي أنه دائما هم الواحد يكون عم يبدأ معهم فعلا من الصغر حتى كمان يندمجوا بعدين، يكونوا قادرين أنه يندمجوا أكيد. بالمجتمع أكيد. في إعاقات فعلا هي بتخلق مع الشخص وبتكمل معه، هون هي أسهل ولا يعني نحن شفنا للأسف الحرب اللي قامت على سوريا خلفت إعاقات كتير. نوجه تحية أكيد لجرح الجيش ولا
للجرحى المدنيين، يعني كان في عالم هدول الشخص يعني مثل صدمه هيك يكون انه مثلا فقد عضو مثلا من جسمه او شيء، يعني هون اي اسهل التعامل معه؟ كيف البرنامج تبع ان كان هدول الاشخاص وهدول الاشخاص؟ هلا انا وقت بيجي باعاقه يعني خليني اقول رحميه، يعني انا طلعت من رحم الام، بعد سنه او سنتين او ثلاثه اكتشف انه انا ممكن عندي توحد، ممكن انا مصاب، في ناس تفقد بصره بعد فتره كمان. أي. فعلا فانا هون تعاملي معه يختلف تماما، لانه انا عم بروض هذا الطفل من المرحله تبع الصغر، انه من هو صغير انا عم بلش بنقش فيه، يعني مثل الاسفنجه، يعني اذا بدنا نروح لمثال حي، الاسفنجه كل ما اعطيتيها ومي بتغيب، وهو نفس الشيء هو متلقي يعني. عم يكون من الصغر انه عم ياخذ الماده الحيه منك ككل، ولكن وقت بتعرض انا لازمه او بتعرض لحادث، لو ممكن لحادث سير، فعلا حادث سير ممكن، وانا ممكن يكون بترت ايديني الاثنين او القدم او صار عندي عمى كلي، فهون انا نفسيا بطلع من الازمه محطم فعلا، يعني أصعب. حطام، انا اي كلمه بهذا الوقت ما ممكن تفيدني، يعني اذا بدك تيجي تقولي لي انه انت هي الله اكرمك وكذا ما انا ما راح اتقبل هذا الكلام ولا ابدا، ولا راح باخذه. كيف ممكن نحسن له؟ فنحن بالبدايه انه انا اتقبل هذا الشيء اللي صار، انه ازرع له فكره انت بدك تتقبل لانه انت هيك خلص، هي واقع. نحن بنقول الصدمه الاولى اذا بدك تجيها بالعاطفه راح بتصدميها اكثر، فالصدمه تحتاج الى قوه، انا بس اكون بلب الصدمه قوي بتجاوزها، فبعد بعد ما اتجاوز الصدمه بالقوه تبعي بدخل بالدعم الاجتماعي. تمام، اكيد كثير. وبتلاحظي انه كمان هدول الاشخاص اللي صار معهم حادث او انه من وراء الحرب اللي صارت بده يتغير عملهم كمان. طبعا نحن هون قديه الدور هون كاجتماعي ولا هيك اهلي انه يتقبل يشتغل شيء ثاني حتى طبعاً. لانه بلا شغل اكيد بده نفسيته تتعب اكثر. هلا هون نحن بالمجتمع في اشحاد تام لهي الفئه، انه انت وشفناها كثير يعني على وجه حي، انت روح ما بتقدر تشتغل، انا شلون بدي شغلك انت ما عندك رجلين؟ يعني طبعاً. ممكن يكون ساند على عكاز او كذا، انت ما بتقدر تشتغل، ارجع على بيت، روح الله يرزقك، هي المصطلحات العامية كان حدا عم يشحد، هي لا سمح الله هو بالعكس طبعا. إنه أنا بدي أشتغل، بالعكس أنتوا لازم تساعدوني. هلأ هون أنا بقول دائما أنه لازم يكون دور المؤسسات، دور المؤسسات أنه هي تأمن أعمال لهم، وخليني أقول الحرفية أكثر شيء، جانب الحرفي، لأنه نحن بس نشغلهم بجانب الحرفي هنا قادرين، يعني أنا وقاعد قادر أشتغل حرفي فعلا. ممكن ده على النحاس، على يعني مشاريع صغيرة يعني أنه بدهم، بس هي لازم المؤسسات هون تعنى أكثر طبعا. المشاريع لازم ينعمل لها معارض ودواعم ماديه لحتى تعود لهم بجانب مادي معين. طب انتم اكيد شفتي حالات تقبلت اعاقتها عندها شيء، خلينا نضوي على هدول الجانب الايجابي، خلينا نحكي هيك نصور كم حاله مثلا انت عاينتي. هلا في من الحالات طفله متلازمه داون اسمها هدى، اكيد بوجه تحيه لاهلها، بوجه لها تحيه اكيد. الطفله يعني هي خلقت ببيئة كلهم كبار، إخواتها أكبر منا، الأم والأب متقبلين للحالة بطريقة، بيقدموا الدعم حتى للمحيط تبعها، يعني هدى إذا بده ينشر لعبة إلها بده ينشر للأقران، لأنه أنا بحب هدى، بدي يجيب لرفقاتها مثلها، فبتلاقي دعامة الأب بالنسبة للطفلة كتير كبيرة، فبتشوفيها أنه ماشية، عندها يعني قدرة مو طبيعية، مقلدة بامتياز. إن شاء الله من رجعي منعرض فيديوهات لإلها ونستقبلها كمان. أكيد يعني هي كتير كتير مميزة، حتى عندها على قد ما كان في ثقة بالبيت بإعطاء الثقة، هي واثقة بالمجتمع، ما بتشوفيها ابدا انه انا متلازمه، لا بتشوفيها مثلي شخص طبيعي ابدا. ما نحن شفنا كثير حالات، واكيد نوجه تحيه اللي بيعرفوا حالهم، استقبلنا هيك حالاتنا، احنا كثير كنا سعيدين ومبسوطين فعلا فيهم. فهون قد ايه اهميه الدمج؟ يعني مثل ما عم تقولي هون، يمكن هي كاسره، هي حواليها مثلا عائلتها، يمكن هي لحالها هي مجتمع مثلها، يعني لانه عائلتها كبيره مثلا، خلينا نحكي قد ايه مهم ندمجه للشخص المعاق، نحن بالمجتمع بالمدرسه قد ايه مهم هيك. هلا تعي نروح للمجتمع اول الشيء لانه أكيد. الاهم بس كون طفل عم بتلقى مثل ما حكينا الدعم الصحيح من الاهل، من الاسره كبنيه اولى، فانا على المجتمع طالع بقوه. ممكن اتعرض للندبات تبع انه ليش انت هيك، ليش انت ما بتشبهني، واضحك عليه وتنمر عليه، هي التنمرات كثيره واسعه بالمجتمع.
ولكن وقت ارجع انا على البيت واسرد لاهلي الشيء اللي تعرضت له، هون دور الاهل، اما بكون عم بطلع عليه بنظره انكسار، اما بنظره قوه انه انا عم بعطيك قوه، لا ترد على اللي برا، انت قوي، انت اقوى منه، هو غيران منك لانه انت قوي. وبالذات الاطفال، لانه جانب الغيره موجود عند الطفل، وقت اللي فرجيه انه هو غيران، لا مزبوط هو غيران مني، فبيرجع ثاني يوم بصلابه بيواجهه انه انا احسن منك، فهداك بيتراجع. ايه، وطبعا انه نحن هون دور الاهل، انا بعتقد كمان اللي عنده اطفال سليمين العادي انه كيف ينبهون، انه اذا شافوا الشخص بالعكس يصاحبوه، انه يساعدوه، بالعكس ما يتنمر. طبعا هلا استاذه في كثير اهالي مثل لا تقربوا، انه لا تقرب عليه، لا تحتك فيه، بخاف، هو بالنهاية مو عدوى، يعني الطفل اللي عنده نقص ما بيعدي، أو ما أنا هدول ما رح أقول نقص، يعني اللي عنده جانب معين هو مو مكتمل عنده، هو ما بيختلف عن اللي مكتمل، بالنهاية الله ميز هذا بشيء وميز هذا بشيء، ولله أكيد الحكمة يعني أكيد. بهذا الموضوع. طب خلينا نقول شو منوجه كلمة نحن لأي شخص عنده إعاقة هلأ، ومعني أنا أكره كلمة إعاقة أو أنه شيء يعني عم يعيقه مثلا، خلينا نوجه له كلمة بتحب. هلأ أنا بدي أقول له طول ما أنت بصلب عائلة مميزة، تأكد أنه أنت مميز وأنت قادر، بالنهاية أنت قادر على صنع المستحيل، قادر على صنع الحياة، الحياة هن قادرين على صنع الحياة بوجودهم، بدونهم ما في حياة. أنا باعتبره صدقا وقت اللي بتتعاملي مع هاي الفئة بتحسي حياتك صارت مميزة، إلى معنى أحلى فعلا، وأنت بتكوني عم تعانقي الحياة بالمنظومة تبع الطيبة، الصدق، الأخلاق العالية، بتطلع يعني جو، رغم انه انت بتكوني عم ينتقص من خليني اقول البيئه الايجابيه تبعك كثير، لانه انت عم تعطي ايجابيه طول اليوم، فانت بتحسي المعدل بالنهايه عندك انخفض، فبصدقا بعناق منهم، ببوسه، بكلمه، بيلتغى كل هذا الموضوع. أكيد. فاكيد انه هن قادرين وهن الحياه، يعني أكيد. انا بعتبرهم هن الحياه. وانا كمان حابه توجه رساله للاهل اللي بيخجلوا من اعاقه ابنهم، بيخبوه، انا هذا كثير بحزوي نفسي، فحابه شو بتحبي توجهي لهم كمان رساله؟ هلا نحن بنقول طول ما نحن مخبينه هو بالنهايه مخبى عندي، بس انا قاعد معه، فانا لازم اتقبله، لازم اعطيه المساحه الحره، لازم طلعه على المجتمع وكون انا الداعم الاول له، لازم اعرف انه الله وقت اعطاني هيك شخص معناته الله ميزني عن الجميع، لانه اكيد ربنا وقت بعت هي الفئه من الاطفال بعتهم لاتمام الحياه، ما بعتهم لانه بدهم يكونوا زياده عدد ابدا، مثل ما بيقول البعض انه هن زياده عدد على المجتمع، لا، هن كل المجتمع، هن المنظومه الاجتماعيه ككل، وهن الحب اكيد. نحن بنقول لهن لكل المجتمع انتم قادرين دائما، وثقوا بحالكم وثقوا باللي حواليكم، نتمنى الاهل دائما يكونوا هن يعني دعامه، والمجتمع كمان، يعني اي حدا قادر يساعدهم اكيد هن بحاجه مساعدة. بدنا نتشكر حضورك، يعني مرق الوقت معك بسرعه دكتوره خنساء البدوي، اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لك، شكرا لكم. وحضرتك دكتوره في علم النفس الكلينيكي، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي. اهلا مشاهدينا، خلونا نطلع فاصل ونرجع. خبرني عن حلمك، مشيني بدربك، خبرني عن حلمك ومشيني بدربك، أنا قادر مثلك أعمل يلي بدي إياه، واعتبرني خيّك واحميني بفيّك، واعتبرني خيّك واحميني بفيّك، خد مني واعطيني، ناقشني واحكيني، خد مني واعطيني، ناقشني واحكيني، وعالأمل وديني، وجرحي تعا ننسى، وجرحي تعا ننسى. انت فيك تمثلني بالمحبة، تكملني
انت فيك تمثلني بالمحبة تكملي بالإرادة بكملك بعلمك وتعلمني آدم بي وبيك خلينا نعلمنا خلينا نعلمنا نجتاز القمم نشبك ايدينا ببعض نحن اصحاب الهمم تحدي بيهز الارض فينا نجتاز القمم نشبك ايدينا ببعض نحن اصحاب الهمم تحدي بيهز الارض انا قادر مثلك اعمل أهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء كمان رح مشاهدين اسمحوا لي أعرفكم على ضيوفنا ونترك المنبر أكيد لحضرتكم خليني أعرف على حضرتك وصال العيسى أهلا وسهلا فيك الله يسلمك حبيبة أهلا وسهلا وكمان المدرسة فجر عقيل أهلا وسهلا فيكم يا رب يا أهلا وسهلا فيكم ببرنامج أنا قادر خليني أبدأ من عندك يا وصال خلينا نتعرف أول شيء عليك نتعرف على شوية تجربتك وشو هي الإعاقة اللي هي عندك أنا عندي إعاقة حركية الحمد لله رب هي خلقية العالمين. كانت لهي الإعاقة خلقية تمام. فالحمد لله رب العالمين أنا ما شفت الإعاقة أنا شفت الطموح وبس الله هذا نحن اللي بدنا إياه إن شاء الله هيك كمل طموحك حضرتك مدرسة كمان خلينا نتعرف على حضرتك أكثر الله يسلمك فجر عقيل أنا مدرسة بفريق إيدي بإيد نقاء القلوب تمام وعم نشتغل هيك إن شاء الله على هالطلاب إن شاء الله بنقدر نوصلهم لأول الطريق يكملوا طريقهم إن شاء الله بخير وسلام تمام خلينا نرجع لك عن كيف انضميتي لهي الجمعية تبع جمعية تسمى ولا مبادرة خلينا نسميها مبادرة نقاء القلوب كيف سمعتي فيها وكيف انضميتي إلى هلأ أنا أول ما سمعت فيها أنا كان عندي طموح بالدراسة في طفلة صغيرة داخلي بتحب الدراسة ما ماتت حلو. فأنا هي الطفلة ردت كبرها وتكبر معي وتحب الدراسة أكثر وتعشق الدراسة فالتقيت بالأنسي حنان بالمركز الثقافي أبو رماني فأنا شهلة تحية أكيد الله يسلمك أنا بوجه تحية إلى وألف شكر للأنسي حنان إنه دلتني على الطريق كانت ضيفة عنا وكمان بيسعدنا دائما نكون نحكي معها اتفضلي فحكت لي عن يعني المبادرة هناك والدراسة فوجدت نفسي أنا معاها حلو فشجعتني وشجعني الكادر وقررت اني تابع دراسي والحمد لله رب العالمين هلا يعني بعتبر نفسي حطيت لسه يعني على الخطوه الاولى تمام قبل يعني انت ما كنتي مسجله بلي اي جمعيه باي شيء ما كنتي مسجله هي اول مره بتسجلي بجمعيه اول مره واول مره بسمع بهيك جمعيه فلما دلتني انسي حنان وجدت نفسي هوني وتابعت وصرت حية الطفلة الصغيرة اللي بداخلي وبلشت تكبر وتعيش هلأ من أول وجديد وعالم الدراسة هلأ نطلع كمان شوي معي الطفلة اللي بداخلك وندرس خلينا بس ننتقل لعندك أستاذة فجر خلينا نحكي عن دوركم هون بمبادرة عم كيف بتساعدوهم كأشخاص مثلا حابين يدرسوا شو هو البرنامج تبعكم نحن برنامجنا أهم شيء تأهيل نفسي تمام. لأنه التأهيل النفسي هو اللي بيخليهم يقدروا يتحدوا الصعاب اللي عم يواجهوها من المجتمع من الخارجي طبعا وبمساعدة الأهل عم نقدر نوصلهم وعم طبعا في تعب معهم أكيد يعني أكيد. بس عم نشتغل خطوة معهم وعم نساعدهم بكافة الوسائل التوضيحية وحتى على مواقع التواصل نشتغل معهم بنبعث لهم فيديوهات بنضل بالبيت حتى عم نشتغل معهم نبعث لهم فيديوهات بيدرسوا من خلالها بيجوا ثاني يوم بيكونوا محضرين الدرس بيساعدونا اكثر بالشرح الوافي تمام قد ايه يعني العدد عندكم هلا تقريبا يعني يعني بال90 98 يعني في عدد تمام. يعني وعم يجينا يعني كل ما حدا بيسمع وين انه هلا هي شغله مو كل العالم كان سمعاني فيها كانوا يحطوا الولد بالبيت بيخبوه للأسف تمام عم يخبوه يعني ليه عم تخبوه لا بيعمل ليش ما نطلع نحن لبعدين لازم نحن عم نفكر تفكير انه خليهم يعتمدوا على حالهم
اما ما حدا باقي لهم يعني بالدنيا كلها، فلازم نحن نقويهم ونعطيهم ثقه بنفسهم، الثقه اللي كانت معدومه اللي كانت كثير كثير. يعني انتم عم تشتغلوا تاهيلي بشكل عام، ان كان نفسي وتربوي وتعليمي كمان، يعني هون هذا بكشف لانه لازم نطلع قدراتهم، عندهم قدرات كامله، تمام، عندهم ذكاء، عندهم مواهب، فليه ما نشتغل عليها؟ اللي بيقدر يشتغل مهن بيشتغل، واللي بيقدر يدرس بيدرس، وهذا ان شاء الله هدفنا، وبنقدر نوصلهم للجامعه ويكونوا فعالين بالمجتمع، تمام، وما حدا يتنمر عليهم، وما حدا يقول لي انا ابني هيك، انا لا ما بدي اظهره، انا ما بعرف شو هذا، لا بدنا نخلص منه نحن. تمام، كمان بسمحوا لنا في معنا على الهاتف الاستاذه ريناس صالح. مرحبا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيك يا استاذه. يا هلا. ريني المالح. المالح، اهلا وسهلا فيكي. خلينا نحن مثل اذا معنا عم تتابعينا، في معنا وصال وفي معنا الاستاذه فجر. الله يخليكي، اهلا وسهلا فيكي. رح نصبح اولا، أهلا وسهلا. صباح الخير، صباح الامل والمحبه، صباح الاراده القويه. تحيه للوطن ولقائد الوطن، تحيه للجيش العربي الصامد في كل مكان. الرحمه لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل لجرحانا. تحيه لمشاهدينا الكرام، تحيه لحضرتك ولشخصك الكريم. تحية لمعدة البرنامج الأنسة هيفاء صويتي في برنامج أنا قادم. تفضلي أنا. يا اهلا وسهلا. خلينا نحكي عن اراده وصال. وصال بما انه اول مره بتلتزم يعني هيك بجمعيه او بتسمع فيها، وما شاء الله عندها اراده وعندها رغبه انه تدرس وتكمل، خلينا نحكي شوي عن وصال، شو بتقولي عنها؟ صح، وصال من اصحاب الارادات القويه، بس الظروف ما سمحت له انه تتابع دراستها. بس الفضل بيقول لربنا وللأنسة حنان الرحيم، أنا بوجه لها تحية، هي اللي شجعتها أنه تكمل دراستها لأنه عندها طاقة ورغبة. تمام. أعطيناها دعم وحافز قوي وتابعت دراستها ونالت شهادة السادس بكل جدارة. الله. تمام. وهي اليوم عندنا بدها تأخذ شهادة التاسع، وإذا الله راد بإذن رب العالمين السنة الجاية بدها تقدم بكالوريا، ونحن ماشيين معها خطوة خطوة لحتى تصير طالبة بالجامعة. بوجه لها تحية لوصال. أكيد، ونحن كمان بنوجه لكم تحية. قدي مهم هذا الدعم اللي عم تقدموا لهم، يا قدي عم يأثر وبيعطيهم لهدول ذوي الإعاقة ذوي الهمم، قدي بيفيدهم هذا الدعم؟ كثير كثير كثير، قد ما تقولي قد ما تقولي. نحن ننبسط لبسطهم لفرحهم، بس نشوفهم وصلت الفكرة لذهنهم ننبسط قد الدنيا. تمام. هم قابلين لهالشيء هذا. تمام، الله يعطيكم العافية. خلينا نحكي شو أهمية مثلا، أو خلي وجهي كلمة لوصال، بتحب تحكيها لوصال؟ تفضلي وجهي لها شي سؤال، شي كلمة لوصال. وصال بتمنى لك السعادة، بتمنى لك التوفيق، بتمنى لك أنه تصيري بأعلى المراتب، لأنه هدفك هذا بتحبي أنت تسعي إلي، بتمنى لك التوفيق ويخلي لي إياكي. شكرا لك، وشكرا لكل الكادر اللي وقف معنا، ولكل اللي سامعين، ولكل من شجعنا. وانا بتمنى اني اكون قدوه حتى لاولادي ان شاء الله، انه انجح انا وياهم سوا ونوصل لاعلى المراتب ونرفع راس الوطن سوا. والله اللي عنده هيك اراده انا بعتقد اكيد استاذه ريني اكيد بده يوصل ان شاء الله. خلينا نقول لكل الناس مترددين انه يدمجوا ابنائهم بهذا المجتمع، انه يطالعوا اللي عندهم، يطالعوا مواهبهم قدراتهم، شو بنقول لهدول الناس؟ بتمنى انه كل واحد عنده طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه يطلع له للجانب المضيء، لا يخبيه، بالعكس خليه يضوي عليه للموهبه اللي عنده، وما يستحوا فيه ابدا، بالعكس يشتغلوا عليه، لانه هذا الانسان بده يصير عضو فعال بالمجتمع. اكيد، شكرا لك استاذه ريني المالح. بتمنى من كل دوائر الدوله انه توحد قدراتها لمساعده ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه عندهم قدرات ومواهب كبيره. اكيد، ان شاء الله يعني تتبارك جهودكم اكيد، ويعطيكم الف عافيه. بدنا نشكرك الاستاذه ريني المالح، اهلا وسهلا. الله يخليكي، شكرا لك، نحن فخورين فيكم. يا اهلا وسهلا بكل الفريق. شكرا لك، يعني حكي بيكبر القلب. يعني انا بشوف ان كان من الطالبه وان كان من الاساتذه، يعني عن جد شيء بيكبر القلب، هي الاراده، هي العزيمه، هذا الدعم، هذا التحدي، هذا اللي مطلوب من اي شخص. أكيد. لحتى يعرفوا الناس انه انتم قادرين فعلا. عم نحكي انت متزوجه، وعم نحكي عندك اولاد كمان، الحمد لله، الله يخلي لك عيلتك يا رب. الله يسلمك. خلينا نحكي هيك، شو رده فعل ابنائك وانا شايفينك هيك عم تتعلمي؟ قد ايه فخورين فيك؟ كثير الحمد لله رب العالمين. يعني أنا كنت إلن مو بس أم، كنت إلن حافز للنجاح، للمثال، يعني الحمد لله رب العالمين، إنه
حفز انه الدراسه مهمه مهمه بالحياه. يعني انا ما بدي اكون الشاي على هامش الحياه، انا بدي اكون سندياني اكسر الجهل. الله، وشو بنقول لجوزك كمان اللي اكيد دعمك؟ زوجي باسر يعني اني كيف بدي اتشكر، وانا بكتب اسمه بمية الذهب بحطه تاج على راسي انه شجعني. تمام. وحط ايده بايدي والحمد لله رب العالمين، هو ما حسسني بالاعاقه، لا في العكس هو كان دافع لي للنجاح. وبشكر الكادر كله، بشكر انسي حنان، انسي فجر اللي ساعدتني ووقفت معي، وانسي رغداء، انسي فاتن، بشكر كل انساتي بلا اي استثناء. بشكر حتى زملائي بالصف يلي كانوا كمان هني دافع لي، اكيد بوجه لهم تحيه، ان كانوا اللي دافع كمان للنجاح. وما في شيء يعني بنصنع مع الياس، كله بالنجاح والطموح لازم ما ينتهي. ان شاء الله تضل هالهمه وهالروح الحلوه عندك يا استاذ. الله يسلمك يعني. ان شاء الله وهيك تفرحي باولادك واولادك يفرحوا بنجاحك ان شاء الله. يا اكيد رب. اكيد. خلينا نرجع لعندك استاذه وصال. يعني انا هون لاحظت مثلا وصال حابه تتعلم، مع انه فيها هي تختار كانت حرفه مهنه، بس عندها هون روح حابه تتعلم وبتعرف شو بدها. خلينا نحكي انتوا هون عم تدرسوا، اكيد مثلا اللي ما بحب الدراسه شو البرنامج الثاني اللي بتساعدوه فيه؟ شو اللي احنا من تدعم؟ اول شيء بنفضل الدراسه طبعا، بس أكيد. في ناس مثل يعني هالفئه مثل اي فئه من المجتمع، في ناس ما بيحبوا الدراسه ما لهم ميول. تمام. فنحن بنشوف شو الموهبه اللي جوا اللي عندهم، بنطلعها لبرا وبنشتغل عليها. في منهم بيشتغلوا ما شاء الله بالنول، عم نول في خياطه، في منهم بيحبوا المعلوماتيه كمبيوتر، دخلنا يعني اجت فتره عملنا دورات كمبيوتر. تمام. في منهم صيانه، يعني في شباب عنا بيشتغلوا بالكهرباء، في شباب عنا بيشتغلوا بتريكو، في شباب عنا بيشتغلوا بصيانة موبايل. بس كله بده شو؟ بده تحفيز، بده تشجيع، وبده طبعا دعم من برا. يعني نحن وقت بدنا نعمل لهم دورات هي كلها بدها دعم. بس ان شاء الله يعني ماسكين ايديهم وحنوصلهم للي بدهم اياه. تمام، حلو كثير. وفي شيء عم يتعلم مثل صناعة الورد، سيراميك، ضغط على النحاس، في عنا كمان الشك وما الشك، يعني كل شيء عم نقدر، كان صبايا وكان شباب نقدر نعلمهم اياه. حلو. وصار خلينا نحكي على الدراسه، يعني انت كنتي عندك رغبه، الرغبه شيء، وقت الواحد يبلش شيء ثاني، شو لقيتي صعوبات مثلا؟ شو اللي ما حبيتيه؟ استسلمتي بوقت من الاوقات ولا لا ظليتي مكمله؟ في العكس ما حسيت انه في شيء اسمه استسلام، لاني انا ما بحب الاستسلام بحكايه النجاح. يعني لما يعسر علي شيء كنت التجئ للأنسات انه هاي ما فهمتها، هي ساعديني فيها. فحرام كانوا كتير يعني طيبات، وكتير يعني يحاولوا انه يشجعوني ويعيدوا لي السؤال، وهي لا احفظه ولا اتعلمه، ودور بين الكتب، دور انه لازم احفظ، لازم انجح، لازم اوصل. فكان الحافز عندي كتير قوي اني تابع دراستي. والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يعني هدفي هو اني احصل شهاده الجامعه، وما بعد الجامعه ضل مستمره باذن الله. بلكي مستضيفك ان شاء الله هيك بكل شهاده، ان شاء الله بتكون هيك عامه، نشوف نجاحاتك ان شاء الله. ان شاء أكيد. الله شكرا لك. خليني ارجع لعندك استاذه فجر، خلينا نسال مثلا هو هون كيف توزعون كفئات؟ يعني اكيد مثلا في اشخاص مثلهم بيقدروا يندمجوا، مثلا في اشخاص حسب العمر كمان اكيد. كيف انتم هيك بتتعاملوا معهم؟ شو البرنامج؟ هل هو نفس البرنامج الطلاب العاديين ولا لهم برنامج خصوصي؟ هلا اول شيء نحن طلابنا ما اعمار صغيره، اعمارهم 14 وطالع، يعني نحن اخذنا اللي عم يجوا الطلاب للتدريس، فلذلك اعمارهم منيحه. بس هذا العمر كانوا بالمدارس بس رفضوهم الطلاب ورفضوهم المجتمع، فالتجأوا لنا. فالحمد لله عم نقدر، يعني شو بدي اقول لك، انه في طلاب بيستوعبوا احسن من طلاب، بس اللي ما بيستوعب بنعيد له الفكره مره واثنين وثلاثه. يعني انتم بايده ماسكين بايده لحتى يوصل. ايه بنعيد له، يعني حتى لو فردي بشكل فردي، احيانا بنجي لعند الطالب وبنشتغل عليه لو فردي، وبنضل معه لنوصل له الفكره تمام. مثل ما قلت لك انه نحن مو بس بنوصل الفكره على اللوح، لا في اساليب ثانيه، فيديوهات بنبعث لهم اياها. يعني بنحاول، وصار في النت كل شيء، يعني صار في انه كل شيء فيديوهات تعليم. ان كان بالرياضيات وان كان بالكيمياء، في طلاب عندنا مبدعين بالكيمياء، في طلاب بالرياضيات، في طلاب كثير مبدعين بالعلوم.
يعني هي مواد علمية تعتبر ما أكيد. أي شخص بيقدر يشتغل عليها وما شاء الله عم يقدروا. طيب. باللغة العربية ما شاء الله يعني الإعرابات البلاغة التشبيهات يعني كل شيء بنسألهم عم يقدروا يشتغلوا معنا. حلو. بس خطوة بخطوة وعلى مهلنا ومنقول لك منلاقي صعوبات مو إنه ما منلاقي أكيد صعوبات بس معلش يعني منيجي على حالنا نتحداها كلها لحتى نوصلهم لهدفهم لأنه هن فئات من حقهم ما خلقهم الله هيك ما خلقهم هيك إنه بس ليقعدوا بالبيت والعالم توجه لهم إهانات، لا بدنا نقويهم شخصيتهم، بدنا نخليهم عناصر فعالة بالمجتمع، يعتمدوا على حالهم، وهذا الشيء عم يخليهم يتحمسوا أكثر من خلال نحن برنامجكم، من خلال أسلوبكم، أنا يعني أنا شايف الأسلوب التحفيزي فعلاً حتى في عنا ترفيهي، يعني حتى الترفيه بنشتغل عليه، نحن وقت بنيجي بنقول لهم عنا مشوار، عنا رحلة بتلاقيهم بيدرسوا أكتر بينتبهوا أكتر بيشتغلوا على حالهم بالبيت أكتر بصيروا بيتسابقوا كل واحد مين بده يبعث أنا درست هيك أنا حضرت هيك أنا سمعت هيك وطبعا أكيد الأهل عم يساعدونا هو كنت أسألك هاد خلينا نحكي عن دور الأهل يعني الأهل. أكيد مكمل لكم أكيد الأهل كتير عم يشتغلوا معنا يعني تلاقي الأم بتتصل فينا الأخت أحيانا بتتصل يمكن فينا يمكن أولادهم أحيانا ممكن إذا عم تقولي أعمارهم هي أولي ما شاء بس هي المتزوجة ولا الباقي الشباب كلهم بالعمر من 14 في عنا لل 25 و 30 ما شاء الله بس يعني عندهم قدرات فليه لا ما نطلع على برا وليه ما يعيشوا مثلهم مثل غيرهم حقهم إن حقهم يفوتوا على الجامعة يعني حقهم يصلوا لهدفهم حقهم يشتغلوا على هذا السؤال طبعاً يعني هو اهم شيء بعد ما خلصوا نحن قد ايه ممكن نتابعهم قد ايه ممكن نساعدهم يكملوا لاخر ان شاء الله لاخر نساعدهم ان شاء الله ان شاء الله واكيد هون هي خليني احكي وصال معك الحلو فيكي عم نقول انت متزوجه الحمد لله والحمد لله الدعم هون انت في دعم اسري يعني زوجك اولادك كل حواليك خلينا نحكي قد ايه اول شيء يوم قلتي بدي في ارتباط او زواج خلينا نحكي عن الوضع المجتمع كيف كان عم يحكي مثلا انه شو قالوا لك مثلا حسيتي بتنمر حسيتي حدا زعجك خلينا نفرجي انه ما شاء الله فاتحه عائله هلا الحمد لله واولادك عم يدرسوا الكل وانت كمان عم تدرسي خلينا نضوي اكثر عليك هيك يا وصال انا اطفالي لسه في عندي طفل بالروضه فئة ثالثة وطفل بالمدرسة ما شاء الله فالحمد لله رب العالمين حطيت ايدي بايدي بودينا على المدرسة بطلع من المدرسة بيقدر نطلع على المعهد سوا فعم نعيش رفقة مو بس أم وولادة ف يعني علاقتي معا صارت علاقة أصدقائي هدولي بكل مشوار حياتنا والحمد لله رب العالمين يعني مثل كأني أنت ماشي بشارع ما بهمك مين ماشي على الرصيف أنت المهم أنه تصلي لهدفك يعني أنا بدي أصل لهدفي فما بهمني شو رأي المجتمع كلياتنا بالأخير يعني ممكن يكون راكبين سيارة فينا لا سمح الله ما حدا سلامته أبدا يعني فعلا مثل إصابة أو شيء فعلا فممكن كلياتنا نعاق بس ما في شيء بكسر المعنويات والطموح طالما في شيء حافز وأنا عندي هدف وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله رح أصل له يعني بتحبي تشتغلي مثلا خلصتي هيك بتحبي يكون عندك شيء شغلك الخاص لو حتى من البيت يعني عم تفكري هيك ولا بس دراسة هلا عم تفكري مثل شو اشتغل يعني اي شيء شغل يعني انه بتحبي تشتغلي بعدين بعد ما تخلصي دراسه ويعني حتى لو مشروع بالبيت يعني اي شيء حتى لو بس معك شهاده وتشتغلي ولا بس بدك تدرسي هلا لا انا بشتغل يعني انا ما استسلمت بيوم من الايام للاعاقه لا انا حاولت اني اشتغل يعني بقلب البيت اشتغلت بالتجاره اشتغلت بالخياطه اشتغلت بالشك اشتغلت بالسناره فلاكس حطيت تحت ايدي صانعات وصارت انا ما شاء الله يعني هون عندنا نموذج يحتذى به يعني ما شاء الله سلمك ان شاء الله وعلمت كثير بنات شغل السناره فصارت مصدر معيشي الا لما نتزوجوا فالحمد لله رب العالمين يعني ماني مستسلمه للاعاقه وكان عندي ايمان بالله كثير قوي رب العالمين راح يوقف معي وهذا الشيء اللي الله خلقه فيني راح اتحداه انا والحمد لله العالمين الله وقف معي فصار حافظ انه يعني الحمد لله العالمين رفقاتي كثير ولاد حلوين فرحاني فيه الله يعطيكم العافيه ان شاء الله هيك نشوفك دائما وابدا تحققي اللي بتحلمي فيه لانه طموحك حلو كثير ان شاء الله توصلي لطموحك طبعا بشكر بالاول والاخير زوجي اللي وقف معي وولادي اللي حلمي فيهم انه نكون شموع ننور بشكر انسي حنان بشكر الكادر وبشكركم وبشكر كل من وقف معنا بهالبلد
الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. خلينا نرجع لعندك استاذه، يعني انت ما بيمل الحكي معك ابدا، وبهي الطاقه هاي الابتسامه الحلوه حتى يعني اللي بتعطي اكيد امل. خلينا نحكي قد ايه بهمكم كمان علاقاتهم ببعض، يعني انتم عم تشتغلوا كتدريس وكمهني، قد ايه بهمكم علاقتهم ببعض للطلاب اللي عندكم؟ نحن وقت اجونا الطلاب اغلبيتهم يجوا عندهم انطوائيه، يجوا عندهم خوف من المجتمع، ما يجاوبوا راسا معنا. شوي شوي صار عندهم رفقات، صار تلاقي وقتهم كثير مع رفقاتهم، بدهم يروحوا بدهم يجوا مع بعض بالصف، بتلاقيهم احلاقهم عم يتسابقوا مين بده يجاوب. في طبعا رياضه، كره قدم، رياضه عاديه، فهذا الشيء كثير عطاهم هيك روح حلوه، تمام، عطاهم قوه، عطاهم الامان من المجتمع اللي كانوا خايفين منه الصراحه. فهي الرفقه اللي صارت عندنا بالمدرسه الصراحه صرنا عيله واحده. يعني انا هلا ما بشوف هذا الشاب انه ما بعرفه، لا بشوفه ابني، بشوف وصال اختي، يعني بشوفهم كلهم عائله واحده، صرنا عائله يعني صراحه. اي حدا بندرى عليه هيك لو شغله صغيره صارت عليه بتلاقي قلبنا عنده، من عم نساعدهم، وان شاء الله بدهم يتواصلوا ويضلوا معنا للاخر، وحيكونوا بالمجتمع اكيد. يعني ما عاد يخافوا من المجتمع، ما عاد يحسوا بالرعب، ما عاد يحسوا انه هذا المجتمع رافضهم. متى ما قدرنا نوصل لهم هالافكار ونوصل لهم العمل اللي بيقدروا يقوموا فيه، ونطلع كل شيء مكامن جوا كانت عندهم وخايفين يطلعوها، هلا عم نطلع لهم اياها ان شاء الله، بيصلوا لهدفهم يا رب. يعني بهمتكم ان شاء الله، وبتمنى تبارك هي الجهود اللي عم تبذلوها. شكرا كثير لكم، انتم والله دائما مساعديننا. يعني نحن لولا هالبرامج اللي عم تتقدم ما كان في وعي لازم، حتى بس الناس اللي بدنا يطلع لا فعلا، لا المجتمع كله رافضهم، يعني حتى الاهل كانوا رافضين اولادهم، يعني انه هيك خجالين فيهم. فنحن هي البرامج عم تخلي الاهل انه لا، روح شوف ابنك وين بدك تحطه، روح قوي ابنك، روح لا تخليه قاعد بالبيت. يعني هلا لسه من كم يوم ما في غير كل يومين بيتصلوا فينا شاب صبي جاي، في جديد ان شاء الله، هذا ان شاء الله عم يكبر، يعني عمل كمان نستقبلكم ان شاء الله، ونجيب كمان هيك نماذج معكم. نحن خلص وقتنا، بعتذر منك استاذه، شكرا لك حضرتك الاستاذه فجر عقيل، اهلا وسهلا فيك نورتينا. الله يسلمك يا رب حبيبتي، اهلا وسهلا كمان بالسيده وصال العيسى، نورتينا كمان، اهلا وسهلا فيك، يا اهلا وسهلا، الله يبارك، شكرا لكم يا رب. شكرا لكم مشاهدينا، اهلا مشاهدينا، ابطال التحدي في كل مكان. واليوم سنتعرف على حلا، وهي مصابه بالتوحد لكنها استطاعت أن تكون بطلة رياضية. تابعوا معنا حلا من حما في تقرير أعده وأخرجه الزميل علي خضور، مراسل التربوية في حما، تابعوا معنا. أنا اللاعبة حلا جبر، لعبة دراجات بنادي الشرطة في حما، مدرسة الأمل. لعبت بطولة بال 2018 دراجات في بوظبي، جبت الأول، يعني والمدرسة ولعبنا لعب كمان مدرسة الأمل. يعني الفضل بشكر الكاب رشا والأنسي أريش كمان، يعني أنه تعبت معنا. أنا مريضة توحد كمان، يعني بهالشي ما أثر معي، يعني كمان لعبت ويعني ما تضايقني بشي، يعني ويهلك عم بلعب، وعندي بطولة بشهر السادس كمان بألمانيا كمان دراجة، يعني كمان رايحين باسم نادي الشرطة مدرسة الأمل في حما. صحيح هي صعبة أنه طلعوا نازلي، بس لا علي أنا ما في شيء صعب، يعني يعني صرنا إذا نزلنا النازلة أو طلعنا النازلة ما بدنا نضرب فري، يعني مشانو نتهور أو هيك، وجبت الأول يعني باسم نادي شرطة في حما. بوظبي كتير حلوة، يعني وضلينا 25 يوم هناك، نطلع كل يوم نتدرب قبل البطولة، أنه طالعونا هيك على بوظبي صرنا نتدرب بدراجة، ويعني والنتيجة جبت الأول في بوظبي. هلا في بطولات أخذناها قبل بوظبي، طلعنا على السويد كمات دراجات كمات جبت الأول، طلعنا على حلب كمات جبناها الأول، وبالشام كمات الأول. وقت اللي جبت البطولة العالم وقت الدراجات بعتت لي السيدة الأولى، كتير سعيدة أنه كرمتني وبعتت لي فيه. بتمنى إن شاء الله هاي البطولة إذا طلعت جيبها الأول، وبيض وجه نادي الشرطة ومدرسة الأمل
واخذ شيء والسوريا كلها. الكابتن رشا مدير نادي شرطة حمار رياضي، مشرفه مدرسه الامان لذوي الاحتياجات الخاصه بنادي شرطة حمار رياضي. اللاعبة البطلة حلا جبر هي بطلة عالم بالدراجات بأبو ظبي بال 2018، حائزة على المركز الأول لعبة الدراجات. حلا هي لعبة مميزة، طبعا هي توحد، لكن هذا المرض خلاها يعني عزيمتها وإصرارها إنها تكمل حياتها خلاها تتغلب على المرض، حتى إنها هي تشتغل بالتطريز، يعني تشتغل بإيديها بالتطريز شغلات حلوة. هي ذكية كتير ومميزة، بتمنى لها مستقبل باهر. حلا بنت كتير ذكية، لعبة عندها عزم وعندها إصرار. يعني أنا بعطيها المثل اللي بيقول إنه لا تقل لي أني معاق، مد لي كف الأخوة، ستراني في السباق أعبر الشوط في قوة. مشاهدينا، تتعدد المواهب ولكن الإرادة تجمع هؤلاء المواهب. رحبوا معي مشاهدينا بضيوف غوالي على حلقة أنا قادر. في معنا ياسر الشغري، أهلا وسهلا فيك يا ياسر. أنا فيك. أهلا وسهلا. وفي كمان معنا منار قيلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا. خلينا هيك بس نعرف عليكم أكثر. عفوا، خلينا نتعرف عليك أكثر يا منار. أنا اسمي محمد منار قيلي، بدرس مع إلقاء القلوب بأهل التاسع، وأنا صف ثامن هلأ بمدرسة ثانية بس بأهل التاسع. و يعني أنا عندي طموح مثلا أنه صير حدا يتبناني أنه يصير شاعر. إن شاء الله. يعني موهبتك الشعر. نعم. كمان نسمع لك أكيد هلأ شوي ثانية من موهبتك، بس نتعرف أكثر. شو الإصابة اللي عندك أنت؟ شلل دماغي شقي. تمام، أهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف عليك أكثر يا ياسر. أنا اسمي ياسر شغري وعمري 20. أهلا وسهلا. أنا أول شغلة بحب، طموحي إني أطلع مهندس معلوماتية وبعرف ركب الكمبيوتر. ما شاء الله. وأنا كنت تابع على قناة يوتيوب واحد عن طريق اسم بالبحرين يعني، وكنت نتابعه على شو اسم هالقطعة وشو ترتيبها يعني. تعمل مثله يعني كمان. أعمل مثله وركب وفك وارجع أركب. وأنا تمام. كان عندي جهاز كنت مشغله على طريقتي أنا يعني. تمام. طريقتي الخاصة يعني. برافو عليك. وشو الإصابة عفوا شو الإصابة اللي أنت مصاب فيها؟ كانوا بالمدارس يضايقوني أكثر شغلة. والآن ساعتي يتهاملوني وكان في إنه الطلاب يتمسخروا وكانوا ما بيفهموا هدول صدقني. بس كمان عندك موهبة حلوة أنا بعرف. هاي موهبة الرسم. موهبة يعني الرسم. إنه هاي كانت عن طريق المنارة السورية كتر خيرهم إنه هني عملوني معهم. وكنت خجولي بس صراحة هني يعني انه علموني هالقدره مشان انسى الخجل. برافو. وكتر خيرهم يعني نسيته هذا الشيء. برافو. يعني اليوم جايب لنا كمان رسمات، يعني انت ما شاء الله بالكمبيوتر بتعرف تفك وتركب وكمان تشتغل على الكمبيوتر. ولا بس بتحب التفك والتركيب يعني مثل صيانه؟ لا عندي اسماء شغل بعرف يعني. برافو. وهي ما شاء الله بدون تعليم، يعني هي هواية كمان لحالك. بس يعني اذا بتتنمى اكثر فانت بتصير يعني مهندس يعني ما شاء الله هيك. تمام. خلينا كمان قبل ما نشوف صورك الحلوين هيك اللي انا ما مصدق اشوفهم، خليني ارجع لعندك يا منار. يا منار، مو حضرتك شاعر وبدك تصير شاعر وبدك حدا يتبناك؟ نعم. طب خلينا نحن هيك نشوف كيف الشعر وكيف القائك للشعر حتى يسمعوك، بلكي حدا هلا بيتبناك ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله. هلا انا بدي اقول شعر لمحمود الجوهري اللي هي دمشق. جواهري مو؟ ايه. دمشق يا جبهة المجد، هي اللي بدي اقولها. تمام، يلا سمعنا. بس كون جاهز. تفضل. يال جاي. تفضل. دمشق دمشق يا جبهة المجد، شممت تربك لا زلفى ولا ملقى، وسرت قصدك لا خبا ولا مزلقا، وما وجدت إلى لقياك منعطفا إلا إليك، ولا ألفيت مفترقا، كنت الطريق إلى هاو تنازعه نفس تسد عليه دون الطرقا، وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي حتى اتهمت عليك العين والحدقة،
شممت تربك أستاف الصبا مرحا والشمل مؤتلفا والعقد مؤتلقا وسرت قصدك لا كالمشتهي بلدا لكن كمن يشتهي وجه من عاشق قالوا دمشق وبغداد قالوا دمشق وبغداد فقلتهما فجر على الغد من أمسيهما انبثقا ما تعجبون أم من مهدين قد جمعا أم توأمان على عهديهما اتفقا أم صامدان بربان المصير معا حبا ويتقاسمان الأمن والفرقة الله لك برافو يا منار شهاد منار حلو كتير ما شاء الله منقي قصيدة صعبة يعني ما أنك منقي هيك شيء سهل مو شايف يا ياسر يعني منقي صعبة صعبة يعني وكلماتها صعبين بس لا سهل أنا فعلا بحبه هيك رفيق سبحان الله كمان رفيقك أنتوا بنفس الشيء مبادرة القلوب هلأ كنا نوجه تحية لهي المبادرة اللي عم تجمع هيك مواهب ما شاء الله تحية للآنس حنان الرحيم أكيد بنوجه لتحية وأنا كمان للمديرة للمديرة اسمها ساعدوا بالاسم انا ماني حافظه الاسماء اذا نسيتوا خلص هني بتعرف حالها بنوجه لهم كلهم اكيد تحيه وبوجه تحيه للانسه فاتن والانسه فجر اكيد والانسه فجر اللي كانت هلا ضيفتنا كلهم بنوجه لهم تحيه وهن كثير مبسوطين فيكم اكيد كمان لامي لاهلي كمان بنوجه تحيه لاهلكم اللي عم يدعموكم واكيد عم يساعدوكم قد ايه عم يساعدوك اهلك يا منار حتى تنمي هالموهبه والله كثير تمام خلونا هلا نشوف صورك يا ياسر انا متشوقه اشوف بتحب نبلش بهدول ولا هدول ياسر ما بتفرق ما بتفرق شو رايك برسمه اول شيء منال انا مثله بحب الرسم بتحب الرسم كمان بس موهبتك انا حاسه اكثر الشعر يعني مركز على الشعر اكثر تمام بس بتحب الرسم مين عم يساعدك تتعلم الرسم انا اول شغله برسم على اليوتيوب في واحد متابعه كمان برافو هاي هاي انا راسمها بايدي برافو عليك وهي عن طريق الأمانة السورية للتنبية تمام هلا هي كتير شوي يمكن ما كتير تبين لأنه مو بالألوان فالكاميرا إن شاء الله لا بس مبين الله وهذا أنسى كمان رسمه على اللابتوب على اليوتيوب كمان هذا كمبيوتر وعم تنقي يعني. شغلات صعبة طيب ما عم تسهلها لا هيك صح مو صح ما سكتها هيك هذا أكتر شغلة طموحي إني رسمته وبعرف هذا جهاز كمبيوتر وين. الله يعني هون دقة فظيعة يعني مع البفلات مع لوحة الكيبورد مع كله ما شاء الله عليك تمام خلينا نشوف إسا رسماتك الحلوين أنت بتحب ترسم بالألوان ولا بس بالقلم الرصاص هيك بالرصاص أكثر بعدين ما بتحب تلونها بلا بلون آخر شيء بس مهم أنك عم تنجز يعني ما شاء الله هاي الألوان هلا بعتقد تبين أكثر على الكاميرا هلا نشوف هاي مدرسة؟ ايه اسمها مدرسة سكول هاي انا تمام. كمان بزغري كمان ساويتها يعني كان عندي لوحة فنية كمان ساويتها على طريقتي تمام شو هلا مشان الدراسة يعني واذا تنمروا عالم علينا واذا ناس ما حبتنا نحن ما منكمل؟ لا منكمل منكمل نحن بيهمنا حكي الناس نحن شو بدنا نقول لهم؟ شوفوا ابداعنا شوفوا ابداعنا شوفوا رسمنا شوفوا هواياتنا نحن بنقول لهم انا؟ قادر شو بنقول له قادرين اكيد ان شاء الله اكيد بهالهمه الحلوه وبهالمعنويات الحلوه اكيد انتم قادرين يعني بتعرف شو هي حتى اللي حلو فيك يا ياسر انه هذا اعاده تدوير يعني انت على كرتونه يعني حتى على كرتونه رسم يعني هذا ابداع بناحيتين مو على الرسم وعلى كمان اعاده تدوير يعني هي بدل ما نكبها عم نعمل منها لوحه حلوه حلو كثير الله هون الاطفال ضل عنا بس هيك شوي على السريع شو رأيك حضر لنا يا منار؟ شي قصيدة أنا محضرة شو بدك تسمعنا يا منار؟ لا نزار أباني يا عيني اليوم والله مختار شعراء غير شكرا يلا تفضل في معنا رسمتين خلال هذه دمشق هذه دمشق وهذه الكأس والراح إني أحب إني أحب وبعض الحب ذباح أنا الدمشقي أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا وما للقلب إذا أحببت جراحوا ألا تزال بخير دار فاطمة ألا تزال بخير دار فاطمة فالنهد مستنفر والكحل صباح إن النبيذ هنا نار معطرة
فهل عيون نساء الشام أقداح مآذن الشام تبكي استعانقني وللمآذن كالأشجار أرواح للياسمين حقوق في منازلنا وقطة البيت تخفو حيث ترتاح طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى وعطر الهال فواح هذا مكان أبي المعتز منتظر ووجه فائزة حلو ولماح هنا جذوري هنا قلبي فكيف أوضح هل في العشق إيضاح كم من دمشقية باعت أساورها حتى أوازلها والشعر مفتاح الله الله برافو 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 يا منار قد بياخذ معك هيك وقت تحفظ هيك قصيده طويله لا انا سرعي هذا عندك سرعه بالحفظ يعني شلون بدي لك حفظي سريع بسرعة ما شاء الله عليك اسم الله عليك يعني حلو كتير إلقائك ودائما الواحد بس يتدرب ويصير بصير أحلى وأحلى إن شاء الله كمان إن شاء الله بلكي بنستضيفك المرة الجاي كمان لأن وقتنا خلص وبنسمع منك شيء حلو شو بتحب تصير بالمستقبل دكتور إن شاء الله يا رب نشوفك أحلى دكتور وأحلى شاعر كمان ياسر شو طموحنا قلت ايه أنا بدي بس احكي كلمتين انه انا اكثر شغله انه بحب الكمبيوترات عندك كمبيوتر عندك جهاز بالبيت لا ما عندي صراحه بلكي ان شاء الله بصير عندك ايه ان شاء الله ان شاء الله ايه والمشكله الوحيده انه كانوا بالمدارس كثير كثير اهرموني وان شاء الله يعني شكرا لجهود الانسه حنان والنقاء القلوب وشكرا لآنسة فاطمة وآنسة فجر أنه أتمموا بسعادتنا وساعدونا وشكرا لكل أصدقائنا وشكرا لرفيقي منار أنه تعرفت عليه هو ورفيقي زكريا يعني من أول جيت على المعهد دخلت على المعهد وهن رفقاتي يعني هن الوحيدين تعرفت والحمد لله يعني كثير صار عندي طموحات كمان أكيد يعني. أنا بتشكركم أنا بتشكر هالشباب الحلوين وهالمواهب ما شاء الله عليكم وبتمنى يا رب هيك تحققوا أحلامكم كمان أنا تصيروا كمان لأنه خلص الوقت أكيد بنوجه تحية لكل مبادرة القلوب لأصدقائكم ولأهلكم كمان ولكل حدا عم يتنمر عليكم لكم أنتوا أحسن منهم بكتير فهنا بيحسوا بالنقص فهنا ما بيعرفوا شو يحكوا فخليكم واثقين بحالكم وكتير انبسط فيكم انبسط فيك كتير يا منار أهلا وسهلا فيك يا منار قيلي وكمان ياسر الشغري أهلا وسهلا فيكم شكرا لحضوركم حتى معنا. كمان عندي موهبة الإنشاد كمان إن شاء الله بلكي مرة جاي لأنه اليوم خلص وقتنا بنشوفك مرة جاي الله يجزيك الخير وشكرا لكم يا هلا مشاهدينا العجز الحقيقي أن تحبس روحك في عقل محدود الأفق أما الجسد فأمره سهل دوما وأنتم يا ذوي الهمم لا تنظروا إلى الإعاقة كعجز انظروا إليها كحافز للنجاح مشاهدينا بالأمل والمحبة نودعكم على أمل اللقاء بحلقة جديدة من برنامج أنا قادر على شاشة التربوية السورية دمتم بأمان الله إلى اللقاء